وبالعودة إلى اتفاق شراكة الاستراتيجية الأمريكية بين كابل وواشنطن، ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي السيد أحمد فتحي. سيد أحمد، أهلا بك مرة أخرى. أهلا بك معي أستاذ. سيد أحمد، هل الاتفاق في تصورك هذه المرة سوف يحسم المسألة المتعلقة بالتواجد الأمريكي في أفغانستان بعد عام 2014، ومنها احتمال إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة في المنطقة؟ هذا الاتفاق ما هو إلا إطار للشراكة المنتظرة، الشراكة الاستراتيجية بين أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة تريد أن ترسل رسالة إلى القوى السياسية المختلفة وإلى الشعب الأفغاني أنها لن تتخلى عنه وتنسحب من البلاد وتتركهم يعني يصارعون خلافاتهم. فهذا الاتفاق هو مجرد إطار عام، ويعني لم نصل بعد ولا يوجد تفاصيل متاحة حول القواعد الأمريكية في أفغانستان أو عدد القوات التي ستستمر فيما بعد عام 2014، ولكن المتاح لدينا أن هذا الاتفاق لو تم يعني التوقيع عليه كما هو منتظر في خلال الشهر القادم خلال قمة الناتو في شيكاغو سيستمر لمدة 10 سنوات، ولكن يجب أن يمر بمراحل التصديق من الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأفغاني. اللويا جيرجا وهي المجلس القبلي الأفغاني يعني مرتاح إلى هذا الاتفاق، ولكن علينا أن نسمع من الطرف الأمريكي الذي لم يتيح لنا الكثير من التفاصيل بعد. طيب سيدي الكريم، يعني اتفاق مثل هذا كيف له أن يؤثر على مكانة وموقف كارزاي؟ يعني هل سيكون له تأثير سلبي أو عكسي على كارزاي بعد كل حوادث السيئة الصيت التي حدثت وتورط فيها جنود أمريكيين في أفغانستان؟ أنا أعتقد أن هذا الاتفاق هو إيجابي ويوفر يعني يحقق أغراض الطرفين. نتذكر أنه في خلال هذا العام تم توقيع اتفاقيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بإيقاف الهجمات الليلية على منازل الأفغان من قبل القوات الناتو، وهذا كان مطلب للويا جيرجا المجلس القبلي. والنقطة الثانية هو نقل سلطة السجن الموجود في قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان إلى السلطات الأفغانية. هذا الاتفاق يعني هو ليس حزمة معونات أيضا، ولكنه يحدد العلاقة التي ستكون بين الحكومة الأفغانية والحكومة الأمريكية مع احترام السيادة الأفغانية على أراضيها فيما بعد عام 2014. طيب سيد الكريم، يعني هل يمكن تجسيد هذا الاتفاق واقعيا على أرض الواقع بالنظر لقوة حركة طالبان والقوات المسلحة الأخرى الموجودة حاليا في أفغانستان، خاصة بعد انسحاب متوقع عام 2014؟ يعني بمعنى آخر، هل أفغانستان جاهزة والحكومة الأفغانية جاهزة لتطبيق هذا الاتفاق برأيك؟ في الوقت الحالي الحكومة الأفغانية ولا القوات الأفغانية جاهزة لتطبيق هذا الاتفاق، ولكننا نتحدث عن مرحلة انتقالية لمدة عامين، وفيما بعد ستتولى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تسليح وتدريب الجيش الأفغاني. يوجد حديث على أن الحكومة الأمريكية مستعدة لإنفاق ما يصل إلى 4 مليارات دولارات في العام لدعم الجيش الأفغاني، والرئيس الأفغاني يعني يريد أن يحصل على هذا في صيغة اتفاق مكتوب وليس في صيغة تصريحات، وأنه مستعد حتى لقبول 2 مليار دولار في السنة، ولكن يشترط أن يكون في شكل اتفاق مكتوب. العلاقة الأفغانية الأمريكية أنا لا أرى أنها ستنتهي، الوجود الأمريكي في أفغانستان مستمر حتى عام 2024 على أقرب تقدير، ولكن سلطات القوات الأمريكية وحدود يعني قدراتها العملياتية ستتحدد فيما بعد بالاتفاق مع الطرفين. الاتفاق الذي نتحدث عنه اليوم ما هو إلا إطار تنظيمي فريمورك للعلاقة، وهو استمر التفاوض عليه يعني الثمانية عشر أشهر الماضية،
ولكن ما زال يوجد العديد من الاتفاقات الفرعية التي ستتولى كل وكالة تحديد أولوياتها فيه. طيب سيدي الكريم، يعني ما الذي تسعى إليه واشنطن من خلال هذا الاتفاق الاستراتيجي الذي يعني جاء لربما على غرار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة العراقية؟ يعني هل ستستطيع الولايات المتحدة الإيفاء بتعهداتها تجاه هذه الدول من خلال هذه الاتفاقيات، خصوصا في وضع يعني في هذه الظروف الراهنة؟ يعني الولايات المتحدة حاليا اقتصاديا في أزمة. هذا صحيح. الأزمة الاقتصادية ليست فقط يعني تطول الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها أزمة عالمية. الوضع في أوروبا ليس أسعد حالا منه في أمريكا، ورأينا اليوم استقالة الحكومة الهولندية بعد الخلاف على يعني معايير التقشف، ولم يستطيعوا الاتفاق على ميزانية. ولكن عودة للشأن، العلاقة الأفغانية الأمريكية، الولايات المتحدة تريد أن تتلافى الأخطاء التي حدثت في انسحابها من العراق وعدم وجود الاتفاقية توقعها قبل أن تنسحب، واستعدادية الجيش الأفغاني بالمقارنة بالقوات العراقية لا تقارن. يوجد خطر يهدد السلام العالمي متمثل في تنظيم القاعدة والتنظيمات المتعاونة معها، والولايات المتحدة تريد أن تبقي على هذا الوضع تحت السيطرة. فالشق الأمني هو طبعا يعني المحور الأساسي الذي تريد الولايات المتحدة الاطمئنان له، ولا تريد أن يحدث فراغ أمني أو في السلطة بعد انسحابها والقوات الغربية الأخرى في 2014. من نيويورك المحلل السياسي سيد أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا.